السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنشوفوا اليوم الدرس ديال قياس المساحات. هذا الدرس ارتئينا نديرو دابا حيت تلامذة واصلين المساحات والمساحة الجانبية والكلية، ومن بعد راه غادي نرجعو للدرس الجدول ديال قياس الأطوال وقياس الكتل حتى هو راه غادي نديرو. نبداو الدرس ديالنا. إذا بالنسبة لقياس المساحات غادي نشوف الأول هاد الوحدات: كيلومتر مربع، هكتومتر مربع، ديكامتر مربع، المتر مربع، ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، والمليمتر مربع. وكل خانة كما تلاحظوا راه فيها كل وحدة فيها جوج ديال الخانات، خانة على اليسار وخانة على اليمين. والخانة اللي على اليمين راه لاحظتوا راه تتكون بنفس اللون، درتها بنفس اللون ديال الوحدة اللي في الأعلى، حيت هي اللي تتحددها. هادشي غادي يبان لينا في الامثله. اذا حتى هنا الهكتومتر مربع، الخانه اللي على اليمين هي اللي تتحدد لنا الهكتومتر مربع. وهنا في الديكامتر مربع، الخانه اللي على اليمين، المتر مربع، الخانه اللي على اليمين، نفس الشيء حتى هذه، نفس الشيء حتى هذه، ونفس الشيء حتى هذه. نمروا الاول مثال. عندنا المتر مربع هو الوحده، وعندنا رقم وحدات. فاش يكون العدد صحيح رقم وحدات هو اللي على اليمين. اذا هاد الثلاثه هي اللي غادي نوضعو في المتر مربع. ها المتر مربع، ها ثلاثه رقم وحدات في الخانه اللي قلنا اللي تتحدد هي الخانه اللي على اليمين ماشي اللي على اليسار، وهنا نوضعو اثنان. من بعد شنو عندنا؟ عندنا الديسيمتر مربع، فين هو؟ هو هذا. اذا هنا غادي يولي عندنا رقم الوحدات، غنحولو على الديسيمتر مربع وغادي نوضعو صفر. وميمكنش نخليو هادي فارغه، ميمكنش نخلوه فراغ بين الأرقام، كي غادي نضيفو صفر، غادي يولي عندنا العدد هو 2300 ديسيمتر مربع. مرو المثال الموالي. فاش يكون عندنا عدد فيه الفصيلة اللي هو عدد عشري، هذا العدد اللي على اليسار ديال الفصيلة هو رقم الوحدات، هو اللي تيحدد لينا الوحدة. إذا 7 في المتر مربع، ثم نكملو العدد، كل خانة نديرو فراغ ونوضعو الفصيلة، 17.9. من بعد عندنا الكيلومتر مربع، وهذا ها في كي الكيلومتر مربع، وخاصنا نحولو ليه يولي هنا عندنا رقم وحدات. اذا باش نحولو تنستعملو اما الاصفار او الاصفار والفصيله، ولا بعض المرات تنقلو الفصيله. اذا هنا راه ضفنا الاصفار وضفنا الفصيله. اما الا ما درناش هاد الفصيله هنا غادي يكون هذا هو رقم وحدات، واذا كانت الفصيله هنا راه هذا هو رقم وحدات هو 7. اذا هنا هنا وهنا ميمكنش نديرو فصيلة، خاصنا نزيدو صفر حيت الوحدة تتحددها الخانة اللي على اليمين. إذا هنا رقم وحدة هو صفر، والوحدة هي الكيلومتر مربع. ونقلو العدد على هنا الأعلى. نمرو اللي بعد منو المثال الموالي: 25 ديسيمتر مربع، ديسيمتر مربع هو هذا، ورقم وحدات هو 5. إذا نوضعو رقم وحدات في ديسيمتر مربع، بعد منه نكتبو اثنان، ومن بعد عطاونا هنا العدد. حنا هاد العدد خاصنا نحولو يولي بحال هاد العدد، 25 تولي 250000. إذا اش غنديرو؟ غنضيفو هاد الأصفار لي ضافوهم هنا، غنجيو حتى حنا نضيفوها هنا. نشوفو المثال، وغادي يولي عندنا رقم وحدات هو صفر. إذا الوحدة شكون هي؟ هي المليمتر مربع، ونكتبو المليمتر مربع. مرو المثال الموالي. عندنا رقم وحدات هو 5، ونوضعو في السنتيمتر مربع. إذا السنتيمتر مربع هو هنا، ونوضعو فيه رقم وحدات في الخانة على اليمين، ومن بعد نكملو العدد كيما عطاونا هنا في الأول، ومن بعد نحاول نكتبوه كيما عطاونا في المرة الثانية هذاك العدد، نقلو الفصيلة ونضيفو الأصفار، ومن بعد شكون رقم وحدات؟ هو هاد الصفر. إذا الوحدة هي هادي. دائما رقم وحدات يحدد لنا الوحدة. شو المثال الموالي؟ هنا غادي نشوفو الوحدات الزراعية اللي هي الآر، وهنا باش نعقلو على الآر فين كاين، آر هو أ. إذا شكون هي الوحدة اللي فيها أ؟ هي الديكامتر مربع. إذا راني درتها لاحظوها، وغادي متنساوهاش، غتبان لكم بلاصتها. بعد منا نمشيو للهكتار. الهكتار شكون هي الوحدة الخانة اللي فيها اش؟ هي الهكتومتر مربع. راه درتهم بنفس اللون باش نعقلو عليهم.
ومن بعد عندنا سنتيار. سنتيار نعقل عليه أن الآر تي توجد بين الهكتار والسنتيار. هذا الشيء اللي نعقل عليه، الآر تي توجد بين الهكتار والسنتيار. ونمرو هادو وحدات زراعية تيتسمو وغادي تعطونا حتى في الامتحانات وفي الفروض. إذا 51 هكتار نمشيو كيما قلنا رقم الوحدات نوضعو في الوحدة، الهكتار هو الهكتار متر مربع راه بحال بحال، ونوضع واحد ونوضعو من بعد منها خمسة، طلبونا نحولوها لمتر مربع، ونمشيو للمتر مربع وهذا نوضعو صفر، ومن بعد نكملو بالأصفار ويعطينا هو 510,000 متر مربع ونقلوه. الجدول رانا نديروه في الورقة ديال الوسخ في الامتحان ولا في الفروض، وهنا راه هذه هي النتيجة اللي تتكتب فقط في الورقة ديالك، هي هذه اللي في الأعلى. نمشيو للمثال الموالي، 53.4 هكتومتر مربع، هكتومتر مربع هو الوحدة، وعندنا رقم الوحدات هو 3، ونوضعو هكتومتر مربع اللي هو الهكتار، ونوضعو 3، ومن بعد ننقلو العدد، ومن بعد نحولو للآر. إذا باش نحول الآر، فين هو الآر؟ هو هذا هنا، راه باقي ما حولتش، حيت إلا درتيها بحال هكا راه هنا باقي رقم الوحدات باقي في الهكتار اللي هو الهكتومتر مربع. إذا نضيفو صفر ونحيدو الفصيلة، وغيولي عندنا فاش ما تتكونش الفصيلة رقم الوحدات هو هذا، إذا راه كاين في الآر، ونكتبو العدد الفوق. من بعد نمشيو 27 ديسيمتر مربع، بنفس الطريقة ديسيمتر مربع هنا، نوضعو رقم الوحدات في ديسيمتر مربع، نكملو العدد ديالنا في الجدول، ونحولو فين هو السنتيار اللي هو المتر مربع، ونوضعو صفر في السنتيار، ونوضعو الفصيلة. باش يصبح عندنا هذا هو رقم الوحدات، وغادي ننقلو العدد في الأعلى بكل سهولة. نمشيو للي بعد منو، هادو هما اللي تيتعطاونا في الامتحانات وفي الفروض. إذا نشوفو طريقتين، نشوفو الطريقة الأولى ونشوفو الطريقة الثانية، بجوجهم صحاح. نشوفو الطريقة الأولى، نوضعو العدد 67.5 بنفس الطريقة اللي شفنا قبل، بنفس الطريقة، ونحولو للسنتيار. والمتر مربع كما تلاحظوا راه هو السنتيار، يعني ما عندي ما نحول، غتبقى هي النيت. نمشيو اللي بعد منها، 4620 ديسيمتر مربع، نوضعها في الجدول، ها هي رقم الوحدات في ديسيمتر مربع، ونحولها للسنتيار. غادي نوضعو الفصيلة في السنتيار وتولي 6 هي رقم الوحدات. نمشيو اللي بعد منها، 3 ديكامتر مربع، نوضعها حتى هي في الجدول، ها هي. ومن بعد منها نحولها للسنتيار، نضيفو صفرين ويولي هاد الصفر هو رقم الوحدات، وفي السنتيار. وفي الأخير نديرو المجموع ديال هاد الأرقام، نحسبو المجموع ونوضعو الفصيلة في المكان ديالها، ويعطينا 413.70. شكون اللي تيحدد ليا الوحدة؟ هو رقم الوحدات في السنتيار اللي هو المتر مربع، ونقلوه في الأعلى. مزيان، غادي ننقلوه في الأعلى. نمشيو للطريقة الثانية اللي هي مختصرة، والحين حنا الجدول قلنا ما تنديروش في الورقة ديال الامتحان، تنديرو في الورقة ديال الوسخ. غادي نجي نوضع العدد الأول في الجدول كيما شفنا قبل، نوضع العدد الثاني حتى هو ما نحول حتى واحد فيهم، نوضع العدد الثالث حتى هو ما نحولوش، ندير تساوي ونحسب المجموع بنفس الطريقة، ما ندير لا فاصلة لا حتى شي حاجة. تنجي تنشوف هنا عندي السنتيار، فين هو السنتيار؟ هو هذا هنا، إذا غادي نجي ندير الفصيلة هنا وسالينا وبسهولة بلا ما كنحول الأولى الثانية الثالثة مباشرة. ها الجواب ديالي، أنا وضعت الفصيلة ونكتب العدد الفوق ونفس الجواب، وربحت شوية الوقت. مازال نمشيو للمثال الموالي ونطبقوا عليه نفس الطريقة، إذا خدموه حتى نتوما وشوفوا واش توجدوا نفس الجواب. إذا نوضعوا العدد الأول، نوضعوا العدد الثاني، نوضع العدد الثالث، نحسبوا المجموع، ها هو. ما وضعتش الفصيلة حتى تنشوف شنو عندي بديكامتر مربع، ونوضع الفصيلة ها الديكامتر مربع، نوضع الفصيلة بديكامتر مربع، وهنا لقيت الجواب ونقلو في المكان ديالو. وسهلا الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الدرس ونال الإعجاب ديالكم، ونشوفوا من بعد في الدروس الماجيه. راه الدرس جد مهم، هتحتاجوا كيما قلنا في المساحات، هتحتاجوا في المساحه الجانبيه والكليه، وغادي تحتاجوا حتى في الحجم ان شاء الله.
غادي نشوفوه وغادي تستفدوا اكثر واكثر بالتمارين اللي غادي نديروا من بعد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.